الاحتفالات اللي يمكن حتى كانت بتحاول الصهاينة من الصباح انها تمنعها، لكن شفناها وحضراتكم بتتابعوا معانا على الشاشة مشاهد استقبال الأسيرات وأهلهم هم بيستقبلوها. حقيقة يعني يمكن كمان كان في فيديو لطفل هو بيتكلم النهاردة عن الهدنة، الهدنة المؤقتة اللي هو كان مستنيها وبيحلم بيها وبيقول الله على الحياة. خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم الكلام. شوف يا جماعة، فيش صوت طيارات سماين، صار هدنة يا جماعة. والله من حد ما سمعت الهدنة فرحت كثير يا جماعة. بس هذه الهدنة مؤقتة 4 أيام بس، يا رب في هذه الهدنة تنحل الأمور وتصير هدنة أبدية. والله الدنيا حلوة هيك بدون صوت زنانات. فرحت كثير أنا يا جماعة، والله فرحت كثير. شوف يا جماعة، فيش صوت طيارات سماين، صار هدنة يا جماعة. والله من حد ما سمعت الهدنة فرحت كثير يا جماعة. بس هذه الهدنة مؤقتة 4 أيام بس، يا رب في هذه الهدنة تنحل الأمور وتصير هدنة أبدية. والله الدنيا حلوة هيك بدون صوت زنانات. فرحت كثير أنا يا جماعة، والله فرحت.